جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لقد ورد في حديث من رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان مثل زبد البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز قولها وذلك بأن يكون ثوابها لابنها المتوفى؟ لا بأس بذلك، أن يقول الإنسان هذا الذكر أو غيره ويجعل ثوابه لغيره من أقاربه الأحياء والأموات، أنفعه ذلك بإذن الله، لأن هذا مثل الدعاء، هذا ذكر يشبه الدعاء، والدعاء للأموات والدعاء للمسلمين مشروع.